أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس شتالتنبرغ عن مخاوف جدية بشأن العمليات العسكرية التركية ضد الفصائل الكردية في سوريا، داعياً أنقرة إلى ضبط النفس. وقال شتالتنبرغ للصحفيين: أعربت عن مخاوفي الجدية بشأن هذه العملية الجارية وخطر تسببها بزعزعة الاستقرار بشكل إضافي في المنطقة، مضيفاً أنه بينما لدى تركيا مخاوف أمنية جدية نتوقع منها التحلي بضبط النفس.